هذه ما يأثرش هذه المحاضرة هذه، لأن السي عبد الله النهاري ماشي هو الزاودية، ماشي الزاودية شيخ من الشيخات. وحنا حصلنا على الرخصة من المندوبية بأننا باش ننظموا داخل القاعة، السلطات بقات تجرجر فينا أسبوع، وحنا كنمشيو ونجيو آخر لحظة عطاونا الموافقة، وباتصالات السيد المدير اللي باش يفتح لنا الباب خصو يخدم ثلاثة للسبعة، اتصل بيا مع جوج ونص قال لي غادي نجمع الخمسة ونص نحل لكم الباب، ما كان حتى شي إشكال، خمسة ونص لا خمسة ونص حتى السبعة عندنا باش نرتبوا الأمور ديالنا، فإذا به نجيو نستناو حتى السبعة ونتصلوا به، الهاتف ديالو مقفول، والهاتف سي مصطفى إبراهيم النائب البرلماني يتصل بالعامل الهاتف ديالو مقفول، والنائبة الإقليمية اللي غايبة وحتى غايبة ما كايناش ما كايناش في النيابة، اتصل بها سي إبراهيمي والهاتف عندها مقفول، سيد الباشا سيدي سليمان ومسؤولين إقليميون المتورطون اللي بغاو يسدوا الأفواه ديال الحق ويحاربوا الحق، احنا مع الإصلاح وضد الفساد والإفساد. شي قال السي الحسن انا غادي نضيف له الحمل المسؤولية اولا للسيد العامل لأنه هو سلطة الوصاية داخل الإقليم، وكذلك الباشا ديال سيدي سليمان، وكذلك المندوبة اللي كتمثل الشبيبة والريادة. إذا بدوري كنحيي السي عبد الله على الحضور ديالو، وأنا كنشوف بأن الآن المحاضرة الآن راه ناجحة، والآن وصلت الأهداف ديالها ووصل الميساج لهاد الناس هادو، لأن أنا اللي ما عجبنيش هو التلاعب. واش كتعرفوا بأن الآن السلطة ولات كتلاعب، ولاو بين قوسين تينافقون النفاق السياسي. السيد الباشا عطاه غير الهضره خاويه، جلسنا معاه قبيله كنناقشوا معاه، قالك انا ما عنديش مشكل كذا هالكاشي، ودار الكاشي ديالو. المندوبه كذلك كان في الشيء، ولكن الان كيهودوا كيتصلوا بالسيد اللي حتى هو غير مسير، حتى هو كيقولوا له ما تحلش القاعه وما خصكش تبان، ويهدوه. حنا هاد الحوايج ما غاديش نسكتوا عليهم. لماذا يريدون اسكات الصوت ديال السي عبد الله النهاري؟ علاش؟ لانه اغاضهم بصوت ديال الحق وبالفكر المتنور، الفكر المتنور اللي باغي هاد الامه هذه تطلع وباغيها تنمى هاد الامه هذه. ولكن كاين ناس اللي ماشي بالمستوى. اذا حنا كنندوا بهذا السلوك، هذا السلوك البعيد اللي بغى يرجعنا للور، بغى يرجعنا للعهد ديال البصري. ممنوع تكلم، ممنوع تقول كلمة حق، ممنوع تعبأ الناس وتحاول أنك تعطيهم لا سميتو لا خويا مليح. بالوحدة والتضامن لبخلاه يكون يكون، ما دار والو ما دار والو، والعامل يمشي بحالو، ما دار والو ما دار والو، والعامل يمشي بحالو، واك واك على الشوعه، كلمات الحق منعتوها، وصامدين صامدين وصامدين صامدين، وحنا مسلمين كاملين، وحنا مسلمين كاملين. وصلى الله على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حبيبي رسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة والله انا ما رانيش عارف كاع ولا ما اش بغيت نقول كاع، جيري وياك غادي نديروا محاضره غير على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير هنا ما كاع حتى مشكل، حنا نديروا المحاضره شوف في السماء في الارض في القمره في الوال، ما كاينش حاجه حنا واش حسابك راه تروح. وثانيا احنا واش عندنا شي حاجه جديده ولا شي ما عندنا والو، الدواء عاديه. وثالثا راك تقولوا العامل يمشي ولا يجلس اسيدي، جالسوا ويخدموا اسيدي، واش سمك حنا بغينا هاد البلاصه يصفر جلسوا ويخدموا الحمد لله، والله يعاونهم وحنا رحنا نعاونوهم، لان الامن الروحي بالنسبه للشباب في هذا البلد هو اس كل امن.
فكيف يمكن أن تحصل على الأمن والأمة فرغت قلوبها من محبة الله ومحبة رسوله؟ ألا إنني أقول لمن لا زال لم يسمع هذه الكلمة، إن أكثر الناس حبا للوطن هم المؤمنون وليس العلمانيون المجرمون. إن الذي يحب الله ورسوله لا يؤذي وطنه ولا يؤذي بلاده ولا يؤذي أحدا من الناس ولو كانت نملة. فإن رسولنا الأكرم مر على رجل يحرق قرية من النمل فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. إن الرسول الأكرم هذا الذي ندين به ونؤمن به ونتبعه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى قالت عائشة تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمسلم أن يدخل النار لمجرد هرة، فاستدرك عليها الصحابة قائلين غفر الله لك يا أمه، ليس المقصود هو قتل قطة حين حبسها من قبل مسلم، لكن القضية قضية قسوة القلب عند هذا المسلم، قسوة قلبه التي جعلته لا يشفق من حيوان أبكم حبسته حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي أطلقتها عياذا بالله تأكل من خشاش الأرض. المسلم ما يبغي يعذب لا ابن آدم ولا بهيمة ولا حيوان. في الإسلام تعنى الشجرة، الشجرة قال رسول الله من قطع سدرا، سدرة 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 كيف الجزيرة لأنه ما كاش شجر، بدون فائدة أكبه الله على وجهه في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الطائر يوم القيامة يضج ويقول لرب العزة في عرصات يوم القيامة سل هذا العبد لما ذبحني وقتلني بغير منفعة. نحن أنفع الناس للعباد، نحن أحرص الناس على هذا البلد وعلى أمنه وعلى ترشيد الصحوة فيه وعلى تعليم الناس الإسلام الوسطي المتوازن الشامل. إن هذا البلد ثانيا بني على الإسلام، وأي يريد محاربة هذا الدين يحارب أصول وأسس هذا البلد الذي بني عليه. المغرب في التاريخ نتاعه قامت دولة الإسلام على يد إدريس الأكبر على يد الإسلام، فالمغاربة اجتمعوا على الإسلام ولم يجمعهم شيء إلا الإسلام، ومن يحاول ضرب الإسلام فهو يضرب في صميم ما يجمع المغاربة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلماذا يريدون أن يفتنوا الأمة؟ لماذا يريدون أن يفرقوا الأمة؟ لماذا يعيبون علينا أننا إنما نقسم الشعب إلى قسمين وهم يمارسونها عمليا على الأرض؟ إن كنا نحن نتحدث عن أولئك الذين يحاربون ثوابتنا فإنما بناء على غيرتنا على الإسلام أولا، ثانيا أننا نطمع أن يعودوا إلى رشدهم، ثالثا نطمع إن شاء الله على أن يجتمعوا على الثوابت مع كامل المغاربة، فلا ينبغي أن يشكلوا ما يسمى بالنشاذ في المجتمع. أنتم أقلة فوجب عليكم ديمقراطيا أن تنزلوا إلى حكم الأغلبية، وأغلب هؤلاء صوتوا على دستور ينص على إسلامية الدولة. نحن مع هذا الثابت، نحن مع ثابت أمير المؤمنين، نحن مع ثابت ما يسمى بالوحدة الترابية، نحن أحرص الناس على ثوابت الأمة. نحن هذه الثانية. والثالثة كنت فعلا أشك وأظن أنني حيثما حللت وارتحلت إلا وقع ما وقع لكم، يعني أن هذا الأمر أصبح الآن لا يتم عن طريق الصدفة، ولكن هو نفس الشيء ونفس الخطة ونفس السياسة. تماطل قبل أسبوعين ثم قبل أسبوع ثم بعد قبل ثلاثة أيام، ثم يتركونك في اليوم الأخير ويرسلوا لي ويقولوا لي الله يرحم والديك راه مرفضوها، أو اللي حتى تمشي تما ويقولوا لي راه منعوها. إيوا منعوها بكري ويهنيونا علاش خلونا حتى نجيو علاش أنا زعما علاش.
ياك راه عندكم كل شيء، عندكم الحق تمنعونا، عندكم نعم سيدي باش تمنعونا، تبرير باش تمنعونا، والحجه قولوا لنا الحجه وحنا نجلسوا في الدار. ويكسبك حنا راحنا باغيين زعما نجيو هنا، والله ما نجيو غير نتلاقاو في سبيل الله، نتعلموا ديننا ونتحبوا في الله باش يرحمنا الله. لا نريد شيئا، اللي عنده شي حاجه في قلبه بغاها راه سيدي ربي هو المطلع على السرائر. أما نحن فإننا نعلنها صريحة، والله لا نريد شيئا، نريد وجه الله يوم القيامة. تكبير. فاكتب لنا يا رب. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. توحيد. لا إله إلا الله. فاكتب لنا يا رب هذا لوجهك، ولا تجعل فيه سبيلا للشيطان ولا حظا لأي شيء إلا لله. هذه الثالثة. والرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى نتمنى، ونحن كمؤمنين لا نيأس لأن الإصلاح يتطلب الصبر والمصابرة وتحمل الأذى. نحن إن شاء الله لم نيأس وما قطعناش الياس، نحن دائما نرجو إن شاء الله أن تنتهي هذه التصرفات. الأخ ديالي قال لي يا ودي واش بغينا نوليو اللوق نتاع البصري، لقيت نتاع البصري كنت أتحدث بكل حرية في كل مكان ولا يمنعني أحد، ولينا الواحد لقيتان اللي ماشي بحال البصري ما كايناش كاع عمرو ما فتح المغرب كاع معايا يا أنا بعدا معايا يا أنا الله أكبر. نقول لكم الوقيتة اللي كان درس البصري وزير الداخلية، كنت كان دير خطاب وندير دروس وندير محاضرات في القرى في المدن في كل مكان، وكيحلوا لجميع هذه القاعات العمومية، ويستقبلني رئيس البلدية، ويستقبلني الباشا، ويستقبلوني المسؤولين. كانوا المسؤولين يستقبلوني وفرحوا بيا ويديروا لي كاس تعلاتاي ويجيبوا القاطو اللي مخليني برا. حتى هذاك الكاس تعلاتاي اللي كنا غادي نشربه مع خوتنا منعونا منه، لا إله إلا الله. إذن فحينما قالوا بأننا نعود إلى عهد إدريس البصري، بالنسبة لي أنا شخصيا فإنني أذكر فترة وزارة الداخلية التي كان على رأسها إدريس البصري هي فترة بالنسبة لي فترة وردية ربيعية، كنت أتحرك بحرية وكنت أخطب في المسجد، لم أمنع من خطبة ولا من درس في المسجد، ولم أمنع أبدا في محاضراتي أن أستفيد كما يستفيد كل مواطن بالقاعات العمومية، إلا في هذا الزمان هذه 3 سنين وكل شيء ساكت، كل شيء ضرب هطم، كي العلماء كي المجالس العلمية يلا خرجت علينا مراتي وشقف لا ماشي هذاك الشيء. قلت لك نقول لك حتى بقيت أنا نشك، ربي واصبر راني نقول انا اصبري ديالنا كنقول للناس خصكم تحبوا بلادكم وتعاملوا ان شاء الله لبلادكم وبغي وجه الله ما تستناو حتى واحد يخلصكم، راه سيدي ربي هو اللي يخلصكم. احنا ما عندناش الدنيا هي الجنه نتاعنا، الدنيا هي بالنسبه لنا ممر وليست مقر، ونحن نعمل ليوم الاخر، نعمل لتلك الدار التي نبنيها باعمالنا. اذا فنحن نحث الناس على ان يقووا ايمانهم بالاخره، لان الذي قوى ايمانه بالاخره وجعل النبي هو اسوته وقدوته فهو يقدم الخير الكثير لامته. علاش؟ لان بغي الهيبه من رجل، اما هنايا خافضة رافعة، هنا كاين الزبونية، هنا كاين النفاق، هنا كاين الغش، هنا كاين الوصوليين، هنا كاين الانتهازيين، لكن الأخيرة لا، لأن لا قدرت تشمت بنادم واش يوم القيامة تشمت سيدي ربي؟ لا أبدا، سيدي ربي سبحانه اللي ما يعملش لوجهه يقول له يا غادر يا خاسر يا فاجر، كنت تدعي أنك تعمل لي ولو كنت تعمل لي لوجدت ذلك عنده، لكن كنت تعمل للمنصب باش تولي حتى انت نايب في البرلمان ولا وزير، او للمال اللي تجمعه، او للنساء، او لحظوظ الدنيا، فاذهب اليها فلا يجدها، لان الدنيا بكل ما فيها فانيه، فلا يجد امه الفانيه يوم القيامه، ولا يجد الا امه الهاويه، فيستبدل الام الفانيه بالهاويه فيلقى على راس امه في نار جهنم. احنا ما بغيناش هذا الشيء، احنا ما بغيناش، احنا ما بغيناش. خامسا، شوف يا خويا شوف هذا الشيء اللي راه عندكم انتوما اللي كتحسبوه بالله شي حاجه ماشي مزيانه مليحه، سيدي ربي قال لك تحسبونه شرا لكم بل هو خير لكم. علاش؟ باش تعرفوا واش كاين، باش تعرفوا كي تديروا تخدموا،
لان الطريق ديال الصالحين ماشي طريق مفروشه بالورود. النبيون اللي جينا الان نديروا ان شاء الله الدرس تاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيره تاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل بالجاهليه يسميه الصادق الامين، وكل عائله تتمنى لو كان لها شاب مثل محمد، لكن لما بعث ثم قال لهم اني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، يا عباد الله انكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، فانها اما نار ابدا واما جنه ابدا وليس بين المنزلتين منزله وسط. واش قالوا له؟ واش قالوا تما؟ ناضوا له في ذيك الوقيته، ماشي غير البارح انتم تقولوا الصادق الامين، يا لطيف يا لطيف. ناضوا له، واحد يقول له تبل لك الي هذا جماعتنا، واحد يرمي عليه التراب، واحد يدفل عليه، واحد يقتل صحابه، واحد يهجره. فطريق النبيين هي هذه، فإذا كان يحصل لكم ذلك فاعلموا أنكم على الحق، لأن الحق صعب على النفوس، وأكثر الناس للحق كارهون، ولذلك لا يستطيعون سماع الحق، فللحق نور وهاج. إذا لقيت أعين من يمشي في الظلام لا يصبر، لأن الذي يعيش في الظلام كالثور مدة طويلة، وأخرجته عند طلوع الشمس حينما تصطدم عيناه التي ألفت الظلام بنور الشمس القوية فإنه يصدع في رأسه، وإذا به يتخبط خبط العشواء، ولربما سقط في حفرة وهو لا يدري. لذلك خصكم تعرفوا بلي هالشي إن شاء الله تعالى طبيعي وعادي، هذه مسألة عادية. تقرأ القرآن ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا زيد آمنا، غير الإيمان غير قضية إيمان، أن يتركوا أن يقولوا آمنا زيد وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن فالقضية قضية صراع حق والباطل. المشكلة واسمه هو المشكلة واسمه هي المشكلة واسمه هي من يتعرف بالله لك على حق المشكلة واسمه هي هي أنك حينما تعرف الحق واسمه تتوارى وترجع إلى الخلف، فلا بد إذا عرفت أن هذه الطريق فاستمر في الطريق كما استمر النبيون، واثبت على الطريق فإنك على الحق، فإنك إن تراجعت وتواريت من الخلف فاعلم أنك تركت سنة المدافعة، فمن يدفع الشر يا شباب الصحوة؟ إن لم تكونوا أنتم أهلا لمدافعة هذا الشر من يجرؤ على ذلك؟ من يجرؤ على ذلك غيركم أنتم؟ إذن فلا بد من الثبات على هذا الحق حتى نلقى الله. وبعد الثبات، بعد الثبات شنو اسمه كاين؟ بعد الثبات أن تستبشروا بأن النصر قريب. إيه مع الثبات سيد ربي سبحانه عز وجل لا بد أن يستجيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيأتي الجواب ألا إن نصر الله قريب. فكلما اشتدت حلكة الظلام كلما كان يعقبها الصبح مباشرة، وكلما كان النبي يشتد عليه الأذى ويحاصر كما حوصر في معركة الأحزاب، وأحاط المشركون من يهود وغطفان وقريش أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وكانوا يحفرون خندقا ليحولوا بين المدينة وبين هجوم خيل المشركين، هناك اعترضت سبيلتهم صخرة وإذا بالصحابة يعجزون عن كسرها، فأعطوا المعول للنبي وقد استنجدوا به، فهوى بها بهذا المعول على الصخرة فخرج منها نور وكثيب مهيل، وقال الله أكبر لقد أوتيت مفاتيح قصور بصر الشام، وفي الثانية المدائن، وفي الثالثة زيد اليمن. فقال المنافقون أيعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصور وهذا النصر المبين الكبير ونحن لا يستطيع أحدنا أن يخرج ليقضي حاجته؟ فذكر الله تعالى هذا وسجله في القرآن
فالنبي صلى الله عليه وسلم مستبشر في كل مد لهمة الخطوب إلا ويزداد الاستبشار بالنصر. سمعوا القرآن اسمه يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حينما يئسون. هذو الرسل اللي قويين في الإيمان تاعهم. إذن فاثبتوا واصبروا وصابروا زيد وتشبثوا بالثوابت واعملوا لهذا البلد واحفظوا أمنه واحفظوا كرامته وتوحدوا وعلى الخير تعاونوا فستصلون وسيفهمكم الكثير من الناس الذين لا زالوا لم يفهموكم. نحن لا سلنا في هذا البلد إلا أن نخط باش بأقدامنا الأرض كلها نمشي بين الناس بالنصيحة بالنصيحة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نبغيتو بعد إن شاء الله تعالى نديروا واحد الكلمة إن شاء الله بعد على هذا ربما إحنا الخميس ما نجيوش كاع نديروها اليوم ونهنيوكم ما نجيوش كاع البركاناسي لا غير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا ما عندنا مشكل احنا ما قبلتناش السلطه سيدي الا ما قبلتناش السلطه سيدي احنا ما نجيوش ما كان حتى مشكل الا كتشوف السلطه باللي احنا ما كنصلحوش لا لا غير شو الا السلطه كتشوف باللي احنا ما نصلحوش احنا ما نجيوش والسلام عليكم ما كان حتى مشكل ما كان نمشيو مع خوتنا راه في الديار وفي كل شيء الحمد لله ما كان لا معليش معليش شوفوا الله يرحم الكل احنا على من جينا نتكلموا اليوم على من المحاضره على من وفي المولد ديالك واسمه وافيها عباد الله ولد الهدى. عندي انا كندير واحد السلسله ولد الهدى عندي خمسه تاع المحاضرات درتها واليوم جيت باش ندير السادسه ولد الهدى الولاده نتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت على خمسه تاع حصص محاضرات على ولد الهدى في وجده في برا في الاخر وجيت انا البركان باش ندير السادسه هكذا انا ان شاء الله نتكلموا شويه على ولد الهدى ان شاء الله تعالى واخا تحت البرد واخا واقفين الحمد لله ما كاين حتى شي اشكال واخا يبلعوا الحمد لله وجعلتي لي الارض مسجدا وطهورا. حنا الارض فين ما كان هي ارض الله وحنا عباد الله وندعو الى الله ونعرفوا الناس بنبي الله ولو كان ما يحبوش هذو النبي يجلسوا في البروده واقفين يستناو باش يسمعوا على رسول الله ما جاوش. الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر. هذا واش جاو يسمعوا لا 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 الحجه لا 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 الحجه لا لا القال 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 ما نعرفش والشاب ابو قنادل ولا هذوك عندهم اسيدي نعم اسيدي عندهم الاتباع نتاعهم ومعجبين بهم وشباب المغرب يبغي الدين ويبغي رسول الله. اسمعي يا الحكومه اسمعوا الله يرحم لكم الوالدين هذا الشباب اللي راه مجتمع تحت البرد في مدينة بركان وجالس واقف وقال لك اسيدي تجي وتولي أيحب الله ورسول الله والإسلام الإسلام باغي وجه الله باغي الإسلام باغي السلم باغي الأمان باغي يعيش سالما مسالما في الدنيا ويدخل دار السلام يوم القيامة ويستقبلوا عند باب الجنة دخلوها زيد بسلام آمنين. الإسلام هو دين الأمن. يلا أخويا ندير معكم واحد زوج دقائق على السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس السادس ياك ولد الهدى. تكلمت إن شاء الله على مجموعة نتاع الدروس في الأولى الدرس المحاضرة الأولى ويؤتى بالرجل في المقابل من المؤمنين اللي عاش بحالك أم دقدق إلا صاب العشاء ما يصبش الغداء وإلا ما صابش فين ينعس زيد ينعس تحت القنطرة وإلا ما فتحولوش فين يدير المحاضرة في دار الشباب يديرها برا وإلا ما صابش الكرسي يوقف على السلو وإلا ما قابش الميكرو وإلا ما لقاش الميكرو يدير ديال العرفة مزيان ديال العرفة بعدا يخدم في سبيل الله واحد النهار لعل سيد ربي يغفر له فيؤتى بهذا المسكين المدقدق المهرس المدقدق اللي عاش صابر ثابت عابد لله محتسب. أما الحزب والحركة والجمعية ولا بنادم اللي يدفع الإنسان للتيه والضلال هذا راه مصيبة
اللي خصكم تفتحوا له الابواب في هالبلاد ديال المسلمين تاريخيا وجغرافيا ودستوريا. اللي خصكم تفتحوا البلاد وتفتحوا المقرات لهذاك الانسان اللي يحمل هذه الامه مشروع اصلاح رباني. من اخطاه فقد اخطا الاصلاح. اذا الخصله الاولى تاع الرسول واش هي؟ راكم تعرفوا العقيده، راكم تقراوا العقيده الاولى قبل بالامانات الصدق. واسمع اخوت، الكذوب راه ما ينفعوش يا حبيبي. قول لي ما نعطيكش ما نعطيكش، ما تديش ما تديش، ما نحلكش ما نحلكش، ما نجيش ما نجيش. احنا رحنا غالطين في الطريق. احنا المؤمن زيد ايكون المؤمن جبانا؟ ايه. ايكون المؤمن بخيلا؟ يمكن. ايكون المؤمن كذابا زيد؟ الكذوب الكبير هو الكذوب نتاع المسؤوليه. قول لي واسمو كاين، قول لي ما نجيش ما نجيش، سيتو كل سهولة. احنا ما بغينا حتى شي حاجة، قلنا ما تجيش ما تجيش. يقولوا لي الاخوان ما قبلوش، الله يرحم والديك جلس، نجلس مع وليداتي نشرب شوية القهوة. تكذب اليوم وتكذب اليوم، شكون غادي يجي عندك؟ يقولوا لنا غير الصح، يقولوا لنا غير الصح. الأمانة إنسان خوان السراق أمره ما يجي. ونحن هذا اللقاء 15 القرن مرسيد النبي في بركان على 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 السلوم، على السلوم ومنعونا باش نديرو في الاخر وبالبوق ديال البندير ديال وفي البرد. ها احنا ان شاء الله ندعو كما اراد الله ورسوله. ناجحه ان شاء الله. ماشي على ناجحه ولا هي كل شيء كيتمشى في الطريق تاع سيدي ربي، واخا غير ساكت وراك ناجح. الا ساكت ناجح ولا نعس ناجح. لأن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا كل شيء لله سبحانه. حنا ناجحين وناجح كل شيء هالشيء. ولذلك أنت تشوف ها رحنا 15 القرن وها حنا يا السلم. أه غير يقولوا لنا يا سيدي وصلى الله عليه وسلم. نترككم إن شاء الله. ثانية، من ينصر النبي بالصدق يحققه في حياته؟ صدق صدق صدق، صدق الكلام صدق. الحمد لله ربي ربي الحمد لله. هذا كيقولوا ناجحه. اهلا سيدي مساك بخير. الله يحفظك 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 الله الله يحفظك 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 الله زيد زيد صوره مع الشيخ زيد اخويا زيد زيد السلام عليكم. خديني مرة اللي شافيه الله يشافيه مسكين يا رب الله يشافيه. ديروا واحد جينا ننقوا غير قلوبنا حنايا وصايب سي ذاك. لا اله الا الله. الله يحفظك الله يبارك الله يجزيك خير بارك الله. الله يكرمك يا سيدي الله يجزيك خير بارك الله. الله يجزيك خير بارك الله. السلام عليكم الله يجزيك خير الله يرحم والديك بارك الله. صلاح حفظك يا سيدي الله ينورك الله يجزيك خير بارك الله. صلاح حفظك الله يجزيك خير بارك الله. السلام عليكم الله يجزيك خير ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا سيدي الله ينورك الله يجزيك خير بارك الله. الله يحفظك يا سيدي الله ينورك الله يجزيك خير بارك الله. السلام عليكم الله ينورك يا سيدي الله يجزيك خير بارك الله. السلام عليكم يا شيخ احبكم احبكم الله احبكم الله. والدين الله يعلي بقلبك والدين الله يبارك فيك احبكم الله يجزيك خير بارك الله. العبد ضعيف عبد السلام الكرام ممنوع منه زورنا الشيخ ان شاء الله من يكون ان شاء الله تعالى بارك الله يحفظك بارك الله. ايمان حفظك الله الله ينورك احبك والله الله ينورك يا سيدي الله يجزيك خير بارك الله. السلام عليكم الله يجزيك خير بارك الله. السلام عليكم الله ينورك يا سيدي الله يجزيك خير بارك الله. الله يجزيك خير بارك الله. تليفوني لك الله زي 06 11 56 40 82 88 ما صار. الله يجزيك الله يكرمك يا سيدي الله يحفظك احبكم الله الله يجزيك الخير. الله يحفظك يا سيدي بارك الله. الله يحفظك يا سيدي الله ينورك الله يجزيك الخير بارك الله. السلام عليكم الله ينورك الله يعلم قلبك الله يجزيك الخير بارك الله. الله يحفظك يا سيدي الله يجزيك الخير بارك الله. الله يحفظك بارك الله الله يجزيك الخير. السلام عليكم الله يجزيك الخير. السلام عليكم الله يكرمك الله يجزيك الخير بارك الله. السلام عليكم مساك الخير. مساك الله يجزيك الخير. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولدي الله يحفظك. الله يجزيك زيد اسي زيد اسي زيد اسي
عندكم لاباري شويه تقعدي هنا يرحم والديك الله يجزيك خير. السلام عليكم الله يكرمك اسدي الله يجزيك الله يحفظك الله يجزيك احنا ولدي الله يحفظ الله يجزيك خير بارك الله. السلام عليكم الله يجزيك خير بارك الله الله يحفظك الله ينور واه ان شاء الله نكمل مع الواقف صافي. السلام عليكم الوالدين على هذه الدعوه هذه الله ينورك اسدي الله يحفظك اسدي الله ينورك الله يجزيك خير بارك الله الله يرحم والديك بارك الله الشيخ الله يطول لنا في عمرك اسدي الله يطول لنا في عمرك الله يجزيك خير زيد اخويا يرحم والديك الله ينورك زيد سيف بسم الله زيد سيف زيد يرحم والديك السلام عليكم الله ينورك الله يجزيك خير الله يحفظك الله ينورك الله يجزيك خير الله يحفظك اسدي الله يجزيك خير بارك الله الله يجزيك خير فاضل الله يجزيك السلام عليكم اهلا اهلا الله يبارك الله يبارك الله الله يحفظك بارك الله زين نحبوك في الله سبحانك الله الله يجزيك الله على ذلك الله يحفظك الشيخ معنا سي عبد الله والله والله اذا موجود الله بشي هذا يلا الله يحفظك الله يخليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يجزيك خير السلام الله يحفظك بارك الله الله يجزيك خير بارك الله السلام عليكم معك مدير موقع اونلاين سي الحاج اليوم هذا المنع اللي كتعرض له انت كل مره هنايا واش ما كيسبلكش يعني واحد نوع من الياس ما تيأس يعني كيقول المخزن باغيك تيأس باغيك ترصى انت واش ما تترصى السلام عليكم صلى الله على خير الزوجة ديال الأخ نتاعنا اللهم إنها أمتك.